الصحابة رضي الله عنهم كانوا في قضية القبور كانوا حذرين أشد الحذر. هناك أمثلة واقعية في عصر الصحابة رضي الله عنهم. في عهد عمر رضي الله عنه صلى الفجر في مكان فرأى أن الناس يذهبون إلى موضع من هذا المكان، فاستغرب فسأل عن ذلك، فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى هذا المكان ومكث فيه، فقال رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم. وهذا القول والفعل منه رضي الله عنه يرد ردا صريحا على فعل ابنه وهو عبد الله. كان رضي الله عنه يأتي إلى أماكن النبي عليه الصلاة والسلام التي توضأ فيها أو صلى فيها ويفعل مثل ما فعل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول: إنه رضي الله عنه يعني عبد الله ما كان يتقصد هذا بشد الرحل، وإنما إذا مر بهذا الطريق فصادف وقت صلاة